السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الجزء الثالث من أدوات وطرق إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم. السلسلة دي المقصود بيها المحاضر والمدرس والدكتور، لكن المعلومات اللي فيها هتناسب إن شاء الله أي حد، يعني لو طالب عايز يستفاد منها يلاقي أدوات كتيرة تساعده. المهم بشرطين، إن هو يقول للمحاضر أو للدكتور أو للأستاذ أنا استعنت بالذكاء الاصطناعي، يعني مش حاجة سر. يعني قبل كده حد قال لي انا عايزك مساعده في حاجه معينه في بحث علمي وحاجات زي كده، او يعني في رساله، بس هو مشترط ان محدش يعرف. هو طبعا كده بغش، فاكيد لا. وتعرف انت يعني تبدا انت تتعلم، يعني ما تاخدش الكلام من الذكاء الاصطناعي تديه للدكتور انت مجرد موصلاتي مش فاهم، يعني ممكن تكون الرساله بالالماني وانت ما تعرفش الماني، انت بتاخد وتديه وخلاص. لا، لازم تقراها كذا مره، ولو في اي اخطاء ناقش فيها المدرس. لو انت حسيت ان الذكاء الاصطناعي اداك معلومه غلط تبدا تناقش فيها. طيب عندي هنا مثلا ده كويس، بتدي له المنهج وهو يبدا ان هو يديك الاسئله. يعني هرفع له كتاب مثلا، هرفع له باوربوينت، هدي له موقع، ويب سايت، اي بوك، اي حاجه من الحاجات دي، وهو يروح مديك اسئله كتيره جدا تقدر ان انت تختبر فيها الطلاب. لكن قبل ما تختبر فيها الطلاب اقراها، لان ممكن يكون في وارد ان هو يكون عنده ناس بتخطئ. وبرده دوت بتدي له كونكر، ده بتدي له المنهج وهو يبدا يجهز لك السؤال ويديك اختيارات. وممكن تخلي الطلبه يمتحنوا اونلاين، تديهم لينك يبداوا ان هم يختاروا الاختيارات اللي هم عايزينها، ويقدر ان هو يصوبهم ويقول لك كل طالب فيهم خد درجه قد ايه. كويزلت بتبدا بقى تدي له برده المنهج، وممكن نفس الفكره ان في منهج معين تبدا ان انت تقول له خد وابدا اشرح، وخلي الطلبه يستخدموه. يعني ممكن يسال هو الطالب يقول له والله الجزء ده اشرحه لي، او كويز بي امتحني فيه. ده كويشن ويل برضو، وفي اكسبورتو ممكن تاخد الاسئله دي ترفعها على موقع اسمه كاهوت، ده موقع خاص بتعليم الطلاب اونلاين. ممكن ترفعه على كويزز، ممكن ترفعه على موديل، ده اوبن سورس تقدر تشرح عليه. ممكن تاخده على جوجل فورمس، يعني تاخده تدي جوجل فورم تبعته للناس كلها، او وورد او سلايد. فمديني امكانيات حلوه جدا للتصدير. نفس الفكره برضه، قول له خد الموقع اهو واعمل لي مثلا 20 سؤال وتوبك عن كذا، والامتحانات مناسبه لاني مستوى، يعني ممكن تكون مثلا ايه ابتدائي اعدادي ثانوي اكبر من كده، تبدا ان انت تتعلم عليه ويبدا ان هو يجهز لك الاسئله اللي هتديها للطلبه. فوفر عليا وقت ان انا احضر الاسئله. كونكر هوت كنا اتكلمنا عنه، اللي هو دوت بيساعد المعلمين على انشاء تقييم او مهمه، زي ان انا مثلا اديهم ادي اسئله للطلبه وهو يبدا يساعدني في ان انا اعمل اسئله. وممكن تصدرها للجوجل فورم بحيث ان انت تعرف التقييم. الميزه ان انت تقدر تعدل عليه، وتقدر ان انت تتاكد ان الاسئله دي صح، او لو في اي اخطاء تقدر ان انت تعدلها. الموقع دوت بتدي له اي نص او صفحه ويبدا ان هو يجهز لك منها الاسئله، هيساعدك في ان انت تعمل الاسئله بشكل سهل. وليك ثلاث امتحانات تجهزهم الطلبه كل شهر. طيب بالمناسبه دي خلينا نشوف حاجه اسمها AI Kids، ده برنامج مخصص للاطفال. المطلوب منهم ايه؟ مش هيساعدهم في ان هم يغشوا، لا، هو بيخليه يصور الصفحات بتاعت الدرس، سواء صفحه او اتنين او تلاته ايا كان العدد، ويقول له ايه جهز له اسئله، فيبدا ان هو يجهز له اسئله ويبدا ان هو يحلها. يعني الذكاء الصناعي المفروض ما تستغلوش ان انت تغش، لا، استخدمه في ان انت تفهم الدرس، تتاكد ان انت فاهم الدرس. فده للطلاب، انا مثلا قرات كتاب او قرات صفحه او قرات مقاله، اصور المقاله واقول له امتحني، فبيجهز لي ثلاث اسئله ابدا ان انا احاول ان انا احلها، وبعد كده هو بيديني الحل. جربته كذا مره على حاجات كتيره وكان ممتاز الصراحه. اسمه AI Kids. طيب نكمل مع بعض. دي اداه بتخلي الطلاب يقيموا بعض، دي بتسهل لك الموضوع، يعني مش لازم المدرس يقيم كل حاجه، لا، هو ممكن يديهم وانت خليهم يقيموا بعض على الانترنت والحاجات دي كلها، بتديهم ثقه في نفسهم،
نوع من انواع التجارب ان هم يبقوا عندهم امانه في التقييم، وانت وافق. لكن لما تلاقي في شذوذ معينه كده، يعني تلاقي واحد مثلا درجته قليله ومره واحده جاب درجات كبيره بتاع، ابدا ايه راجع. هو ممكن يكون الطالب ما عرفش يقيم، فانت ايه تراجع. تلاقي حد مثلا كان بيجيب درجات عاليه ونزل، تبدا يعني هو الدكتور معروف ان هو مش هيعلم كل ورق، بيستعين بالمعيدين، ما عدا لو واحد ساقط يبدا ان هو يبص عليه يمكن يقدر يرفعه، او واحد جاب الدرجه النهائيه هيطلع الاول، فلازم تاكد من الورقه بتاعته. نحترمنا احترمنا للجميع، بس ايه دي حاجه كويسه مش وحشه يعني. في ده هيساعدك في التعليم، يعمل لك تقييم، يعمل لك تخطيط للدرس، يكتب لك التقارير، يعمل لك المواضيع وهكذا. كمية التولز اللي موجودة فيه يعني تخليه من الحاجات الأساسية اللي أنت المفروض إن أنت تعتمد عليها. لأن يعني خلي بالك، ممكن يكون موقع بيعمل حاجة واحدة اللي هي التقييم، ويقول لك مثلا اشتراك $3، وتلاقي موقع بيعمل كل حاجة ويقول لك اشتراك $3، فأنت تقول لا أنا أستثمر في ده أفضل. بص، في تولز كتيرة جدا، تختار الأداة وتديله الموضوع وهو يجيب لك كل حاجة. بقى ممكن تستعمله في أدوات تعليمية، وأقول لك إن أنت تجربه مجانا. بص، الخدمات اللي هو بيعملها يساعدك في الكتابة، يساعدك في المراجعة، لو في أي يعني مصطلحات يبدأ إن هو يشرحها. دي عشان يكتشف السرقة الأدبية المحتملة في عمل الطلاب، فده لو حد عايز إيه يستخدمها. ده هيديك معلومات، مواد تعليمية مجانا تقدر أنت تستعين بيها. Learning resource for all، ممكن يجهز لك يخليك تحمل مثلا ملفات وورد، باوربوينت، اكسل جاهزة للمادة التعليمية اللي انت عايز تدرسها. تمام، انا هستعين بيه بعد شوية فهخليه. ده هنا بيساعدك في موضوع الكتابة، يعني هو مش عامل زي شات جي بي تي، لا هو بيوفر لك برضو مراجعة للقواعد النحوية والوضوح، يحسن المقالات ويحسن التقارير، ومش بيصحح الأخطاء بس، لا هو كمان بيشرح لك ليه هو عمل التعديل دوت. فده اللي انا بتكلم فيه، ان مش مجرد ان احنا انا ممكن مثلا هكتب ايميل، فقلت له الذكاء الصناعي اكتب لي الايميل، فكتب لي ايميل، كتبه جميل جدا. ما ينفعش ان انا ابعته وخلاص، لازم اقعد اقرا كده كويس، اتدرب عليه، امسك ورقه وقلم واكتب وراه، اكتبها تاني بحيث ان انا اعود نفسي ان انا اكتب بطريقه افضل. لا، اساس ان المهارات بتاعتنا ما تموتش، يعني الاله الحاسبه خلتنا نكسل ان احنا نحسب. فموقع ممتاز برضو معانا. سكول اي اي بيعمل لك مستندات يعني زي شات جي بي تي، لكن هو مخصص للمدرس. يعني في تولز كتيره جدا، دي للمدرس، دي للدكتور المحاضر. تمام، ممكن تقول له مثلا عايز اديك نص وتحسنه لي، عايزك تكتب لي المنهج الدراسي اللي انا هشرحه للطلاب وهكذا. كل التولز دي يعني كانت جميله جدا معايا كل حاجه، ما عدا النكت الصراحه، لان النكت هو بتبقى فيه نكت لازم للغة معينة ما ينفعش تترجم يعني، فالألفاظ نفسها فكرة النكتة قايمة على في أغلبها على اللفظ يعني. فدي كلها تولز مهمتها إنها تساعد المدرس. تقدر تعمل شات وتخليه يكتب لك المنهج اللي هيتعمل، وتراجع انت عليه طبعا لان وارد يكون فيه اخطاء. دي النسخة المجانية فيها 15 جنريشن. طيب احنا شفنا كذا حاجة بتقدم 10 15 10، فانا ممكن ما اعتمدش على واحدة بس، اعتمد على واحدة واثنين وثلاثة هيكفوني طول الشهر. دي هتعمل لي 15، دي تعمل لي 10 كذا، ما اضطرش ان انا ادفع فلوس في البرو. وكذلك في التيتشر بوت،
هيساعده في حاجات كتيرة جدا. تقدر محتار ايه الحاجة اللي تدرسها، الريسورس، ان انت تجهز اسئلة و يقدر يساعدك في الحاجات دي كلها. طيب نكتفي بكده النهاردة، وان شاء الله نكمل في المحاضرات الجاية بإذن الله. شكرا.